هاي. المي منا بس عنصر أساسي للحياة، هي كمان مصدر إلهام للفنانين ورمز روحي بعدد من الأديان. اليوم يفتقد 20% من سكان العالم للمي النظيفة. 35 ألف شخص بيموتوا يومياً بسبب نقص المي النقية، وبيموت 6000 طفل باليوم بالبلدان النامية بسبب الأمراض الناتجة عن المي الملوثة. في 1.5 مليار شخص ما عندهم مصدر للمي النقية، و 3 مليار شخص بالعالم ما عندهم نظام صرف صحي. بيوصل متوسط الاستهلاك الفردي للمي بألمانيا لحوالي 150 لتر، بينما بيستهلك الأمريكي 400 لتر مي باليوم، وهي كمية بتكفي الفرد ببعض الدول الأفريقية لمدة شهر. مين قال إنه اللبناني بيستهلك بمعدل 40 لتر مي بس بالنهار بسبب سوء إدارة ثروته المائية الكبيرة؟ أنا قال. أشوفكم بكرة.